بالنسبه لي احلى حاجه في الدنيا، لان انا ما لقيتش حد يعمل كده معايا، وفي نفس الوقت اتعلمنا احنا برضو على قد ما قدرنا، بس ده اثر كتير قوي. بقى في على الاقل بقى في مثلا ناس عندهم 21 سنه بيقفوا بجيمبيز ويلعبوا سولو، ده معناه ان ممكن كمان سنه يبقوا 16 15، فاهم قصدي؟ يعني انا في حد عندي في المدرسه كان في بونجوز جالي وهو 15 مثلا، فضل مكمل لحد وهو 17 ومسافر يدرس مزيكا بره، واهله موافقين وبتاع بسبب السكول. فده بالنسبه لي برضه فاهم، هو مش مجرد كلاس. عندي كيس تانية مثلا، كان حد كان قلنا معروف، هو مصور، معرفش ممكن تكون عارفه، هو مش بيسمع، ده كان معايا في الكليه، بعد كده جالي في يوم كلم بعت لي مسج قال لي انا عايز اتعلم ومش عارف ايه وبتاع، انا اصلا انا اتقدمت لوحده ورفضوني عشان مش بسمع. هو كان حوار غريب جدا. فتاني يوم جالي وقعدنا، يعني كنت قريت شويه وبتاع، و لقيت معلم ان هما ينفع يلعبوا مزيكا برضو. يعني جبنا مترونوم بفايبريتر، المترونوم ده بيعد عشان نظبط التيمبو واحنا بنلعب، وبيحس بالبيز في صدره والاوبن بيسمعها تين، بيسمع رنه كده فيها، وبقى بيلعب ولقى نفسه قوي بقى في البادي بيركشن، ان هو يبقى قاعد بيلعب حاسس ان دي بيز وحاسس ان دي رفيعه وعارف ان دي ارفع، لان هو بيلعب بجسمه، فهو الموضوع ما بقاش سمع، هو بقى بيلعب وشايف ان هو سينكت مع اللي حواليه، فبقى بيحس بالمزيكا. وده قعد فتره كبيره برضو موجود ولحد دلوقتي يعني بنتكلم وكده. بس فالمزيكا هي اكبر بكتير قوي من ان هي تبقى الحاجه اللي هي حد عايز يعملها ولا مش عايز يعملها ولا مش عارف ايه، ولا بيعرف يلعب مزيكا وحابب الموضوع لازم ياخد الريسك بتاع ان هو يشوف هيعمل ايه. ولو منفعش، دي كلمه منفعش دي اصلا ما يعني ما ممكن ينفع وانت عندك 40 سنة، ممكن ينفع وانت عندك اي حاجة، ما ينفعش تتساب.